أخبار قانون الإيجار القديم من جريدة كرة في العارضة. التفاصيل: حالات تقليل مدة العقد من 59 سنة إلى 3 سنوات في عقد الإيجار القديم. طرح الملايين من المواطنين تساؤلا عن إمكانية تقليل مدة العقد من 59 سنة إلى 3 سنوات الموثق تحت بنود قانون الإيجار القديم، والذي أحدث حالة من الجدل الذي تواصل لحقبة زمنية كبيرة مستمرة حتى يومنا هذا دون تحريك ساكنا من قبل المشرعين في مصر. ورغم البنود المعدلة خلال الحقبة الزمنية لثورة 1952 إلى أن هناك بعض البنود تسببت بضرر جسيم لعدد كبير من ملاك العقارات المسجلة بنظام قانون الإيجار القديم، مما أرق العلاقة بين المستأجرين والملاك. رأي القانون في إمكانية تقليل مدة العقد: وضح المحامي خالد محمد المحامي في النقد أنه يمكن تقليل مدة العقد المسجل تحت بنود قانون الإيجار القديم من 59 سنة إلى 3 سنوات، حيث قال أنه برغم اتفاق الطرفين على أن تكون مدة العقد 59 سنة، إلا أن هناك حالات عديدة تمكن القانون من تقليل المدة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة، وذلك طبقا لنصوص القانون حيث يتعين على المستأجر أن يقف على صفة المؤجر والنظر في ما إذا كان المؤجر الذي وقع العقد ليس المالك الأصلي للعقار، وتكون صفته وكيل أو شريك شائع أو حارس أو وصي من عدمه. بموجب حظر القانون المصري تحرير المؤجر عقدا تزيد مدته 3 سنوات إذا اتضح أن صفة المؤجر واحدة من الصفات السابقة ما عدا الوصي، فإنه يحظر عليه تحرير عقد تزيد مدته عن سنة واحدة. حالات تقليل مدة العقد من 59 سنة إلى 3 سنوات: أعلن المحامي بالنقد عن الحالات التي يتم فيها إنقاض مدة العقد من 59 سنة إلى 3 سنوات، والتي تتمثل فيها إيجار صادر عن وكيل أو نائب تنتقص مدته لـ3 سنوات، إيجار صادر عن أحد الملاك بالشيوع تنتقص مدته لـ3 سنوات، إيجار صادر عن حارس قضائي تنتقص مدته لـ3 سنوات، إيجار لأرض صناعية صادر عن وصي تنتقص مدته لـ3 سنوات، إيجار مبنى صادر عن وصي تنتقض مدته لسنة واحدة.